قال علي عبد القادر عضو مجلس إدارة المصدرين المصريين إن مصر أمام فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار. وأضاف عبد القادر أن هناك شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها، ومصر تتميز بمزايا كثيرة في هذا الإطار. تناولت الموضوع الاستثمار من جهة التصدير، وزي ما احنا متوقعنا او زي ما حصل فعلا في المجلس الاعلى للاستثمار، فانا اتوقع طفره كبيره جدا، لان برضو في المجلس الاعلى للصادرات وده برضو بيرأسه فخامه الرئيس، واللي انا اتوقع ان هيبقى في قرارات تفيد التصدير في الفتره اللي جايه جامد جدا ان شاء الله.